موسكو تجري مناورات نووية، وبايدن يقول لا إشارات على نية روسيا استخدام النووي في أوكرانيا. بعد 7 سنوات من التوقف، تنطلق اليوم أول رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من القاهرة إلى صنعاء. تظاهرات الأحواز تتواصل، ومحتجون غاضبون يضرمون نيران في سيارات القوات الأمنية الإيرانية. الصحة الفلسطينية تقول إن رصاصة إسرائيلية اخترقت صدر القتيلة الفلسطينية من الجهة اليمنى وخرجت من اليسرى. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية أكثر تقدما، منها رجمات صواريخ من طراز هيمارس وصواريخ جافلين وستينجر. بايدن أضاف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة لم تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها. وحول استخدام روسيا للسلاح النووي، أشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود إشارات على نية موسكو لاستخدامها في أوكرانيا. أما بخصوص المحادثات الأوكرانية الروسية، فأكد بايدن أنها توقفت بسبب مواصلة القوات الروسية لعملياتها القتالية للسيطرة على المدن الأوكرانية. أشار الرئيس الأمريكي أنه لن يضغط على الحكومة الأوكرانية لتقديم أي تنازل عن أراضيها. الرئيس الأمريكي أكد أن الناتو لا يسعى للدخول في حرب مع روسيا طالما لم تتعرض دوله لأي هجوم. نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها النووية أجرت مناورات في مقاطعة إيفانوفا شمال شرق موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن حوالي 1000 جندي أجروا مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة وقاذفة صواريخ باليستية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خرسون الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف لا تعبأ بخطط روسيا للسيطرة على المناطق الشرقية لبلاده. قال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال مسيطرة على الوضع على الرغم من التفوق الروسي في العتاد والأعداد. لقد حققنا بعض النجاح في خرسون وبعض التقدم في منطقة خاركيف. قواتنا تواجه القوات الغازية في منطقة زابوريشيا، والمواجهات الرئيسية تتمركز في هوليبولي وأوريخوف. وأود أن نسلط الضوء على شجاعة قواتنا التي لا تزال تسيطر على الوضع في الجبهة على الرغم من تفوق الجيش الروسي من حيث العتاد والعدد. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدا موقف المملكة الداعم للتوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية. ومن المرتقب أن يشارك وزير الخارجية الروسي في اجتماع دوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، كما يتوقع عقد اجتماع مرئي آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة وفتح ممرات إنسانية. كان لافروف كرر مطالبته برفع العقوبات التي استهدفت سلاسل التوريد وحركة الموانئ والسفن الروسية، مبديا استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة إمدادات الحبوب والأسمدة إلى البحر المتوسط. كرر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس بوب مينينديز معارضته بيع معدات عسكرية لتركيا. يأتي ذلك بعد طلب تركيا تحديث طائراتها المقاتلة من طراز F-16 تزامنا مع إثارة أنقرة للتوترات في شرق المتوسط. بحسب مينينديز الذي أوضح أن تركيا لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط، وتتحدى اليونان من خلال تحليقات جوية استفزازية حسب ما ذكره. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
إن بلاده تؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة عامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية اللازمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة. يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. نؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة العامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية للأزمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة، ونحن نشاركها هذه المخاوف ولدينا ثقة كاملة فيها. وكما قلنا سابقا، يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. في رد منهم على قمع النظام الإيراني لتظاهراتهم واحتجاجاتهم على تقاعس السلطات في إنقاذ ضحايا انهيار مبنى متروبول، أضرم متظاهرو عبدان النار في حافلة لقوات الأمن. قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون محاسبة إيران والصين، وبموجبه يحظر توفير أموال دافعي الضرائب لدعم اتفاق نووي جديد مع إيران قبل إنهائها العلاقات مع الصين والجماعات الإرهابية. وأكدوا أن تجديد الاتفاق النووي مع إيران لن يفيد النظام في طهران ويضفي عليه الشرعية فحسب، بل سيكافئ ويثري هذه الجماعات، مع التشديد على عدم السماح لإدارة بايدن بمواصلة تقديم التنازلات لمن وصفهم بالديكتاتوريين مقابل وعود فارغة. يشترط مشروع القانون جعل أي اتفاق نووي مع إيران مقرونا بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، كما يرتبط بتقييد العلاقات المالية والأمنية لإيران مع الصين وإنهاء دعم طهران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة، فضلا عن التحقق من تدمير إيران لجميع الأسلحة والمواد الكيميائية والبنية التحتية المخصصة لها. أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تسيير أول رحلاتها اليوم من صنعاء إلى القاهرة بعد توقف استمر نحو 7 سنوات بواقع رحلة كل أسبوع بين صنعاء والقاهرة. ووفق مصدر حكومي فإن أول رحلة ستقلع في 8 صباحا بتوقيت القاهرة متجهة إلى مطار صنعاء، تحمل 86 راكبا معظمهم من المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج اليمن. كما ستنطلق رحلة العودة من القاهرة إلى صنعاء في نفس اليوم، وعلى متنها 146 من الركاب معظمهم من المرضى ومرافقيهم. الجدير بالذكر أن تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بين صنعاء وعمان. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي دعم القيادة والحكومة اليمنية لكافة جهود إحلال السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات المحلية والأقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب غوتيريش بمضاعفة الضغط على الميليشيات الحوثية للالتزام باستحقاقات الهدنة الأممية. من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور مجلس القيادة في تنفيذ بنود الهدنة وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها. تعهد غوتيريش بالضغط على الحوثيين ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز. وجهت الآلية الثلاثية للمفاوضات في السودان دعوة للقاء مجلس نظارات البجة، يأتي ذلك عقب إعلان المجلس عن بدء عصيان مدني في ولاية البحر الأحمر وتهديد المجلس بإغلاق الشرق. وأكد المجلس أن أي إقصاء لشرق السودان في أي تسوية سياسية سيكون له عواقب وخيمة، مشددا على أنه لن يسمح بالتنازل عن قضيته بأي حال من الأحوال. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ترتفع معدلات اندلاع الحرائق في العراق التي يذهب ضحيتها المئات سنويا في البلاد.
ودع العراق العام الماضي بأكثر من 30,000 حريق، بينما سجل منذ بداية العام الجاري 8,000 حريق حتى الآن. هذه الأرقام الرسمية تدل على معدلات قياسية للحرائق التي تسجلها البلاد سنويا. مديرية الدفاع المدني لها خطط سنوية تعمل عليها، ومن هذه الخطط إجراءات مكثفة تخص الكشوفات على مختلف دوائر الدولة والمستشفيات والمراكز التجارية والمخازن التجارية. هذه الكشوفات حقيقة تكون مرتين في السنة، بداية السنة ومنتصف السنة، نحدد جميع الملاحظات والمخالفات في هذه الكشوفات ونحيل المخالف إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني. ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تصل إلى نصف درجة الغليان ترتفع معها معدلات اندلاع الحرائق في البلاد، يضاف إليها الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة أو توفر أجهزة الإنذار المبكر، كلها عوامل تساهم في هذا الكم الهائل من الكوارث التي تسببها هذه الحرائق. للاطلاع على إجراءات السلامة وأنظمة إطفاء الحريق في المؤسسات الصحية، سنقوم بجولة في إحدى مستشفيات بغداد. وجدنا أن هذا المستشفى على سبيل المثال يفتقر إلى أنظمة الإنذار والإطفاء المبكر، ويعتمد على وسائل الإطفاء التقليدية وليست الحديثة، الأمر الذي ربما يفسر عدم السيطرة على الحرائق التي تعرضت لها بعض المستشفيات العراقية خلال السنوات القليلة الماضية. مستشفى مزود بمطافئ من مختلف النوعيات، واللي هي CO2 والباودر والفوم، كذلك مزود بشبكة من المنظومة الرطبة عبارة عن 25 منظومة إطفاء رطبة مجهزة بكافة أقسام وردهات المستشفى. وتسفر الحرائق التي تكاد تكون مشهداً يومياً في البلاد عن خسائر مادية كبرى تصل إلى مليارات الدولارات، ما يستوجب رفع مستوى الوعي بضرورة اتباع إجراءات السلامة وتكثيف جولات التفتيش ومحاسبة المهملين للحد من ارتفاع الحرائق في البلاد. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص شابة فلسطينية جنوب الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الرصاص اخترق صدر الشابة من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى، واتهم الجيش الإسرائيلي الفتاة بأنها هاجمت جنديا بسكين قرب مخيم العروب شمالية مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأن الجنود أطلقوا النار عليها وأنه لم يصب أي جندي. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات عالت مجدداً وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصفها البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث
في مكانه وزمانه. موسكو تجري مناورات نووية، وبايدن يقول لا إشارات على نية روسيا استخدام النووي في أوكرانيا. بعد 7 سنوات من التوقف، تنطلق اليوم أول رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من القاهرة إلى صنعاء. تظاهرات الأحواز تتواصل، ومحتجون غاضبون يضربون النيران في سيارات القوات الأمنية الإيرانية. الصحة الفلسطينية تقول إن رصاصة إسرائيلية اخترقت صدر القتيلة الفلسطينية من الجهة اليمنى وخرجت من اليسرى. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية أكثر تقدما، منها رجمات صواريخ من طراز هيمارس وصواريخ جافلين وستينجر. بايدن أضاف في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة لم تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها. وحول استخدام روسيا للسلاح النووي، أشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود إشارات علنية موسكو لاستخدامها في أوكرانيا. أما بخصوص المحادثات الأوكرانية الروسية، فأكد بايدن أن توقفت بسبب مواصلة القوات الروسية لعملياتها القتالية للسيطرة على المدن الأوكرانية. أشار الرئيس الأمريكي أنه لن يضغط على الحكومة الأوكرانية لتقديم أي تنازلات عن أراضيها. الرئيس الأمريكي أكد أن الناتو لا يسعى للدخول في حرب مع روسيا طالما لم تتعرض دوله لأي هجوم. نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها النووية أجرت مناورات في مقاطعة إيفانوفو شمال شرق موسكو. قالت وزارة الدفاع الروسية إن حوالي 1000 جندي أجروا مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة وقاذفة صواريخ باليستية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوى بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خرسون الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف لا تعبأ بخطوط روسيا للسيطرة على المناطق الشرقية لبلاده. قال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال مسيطرة على الوضع على الرغم من التفوق الروسي في العتاد والأعداد. لقد حققنا بعض النجاح في خرسون وبعض التقدم في منطقة خاركيف. قواتنا تواجه القوات الغازية في منطقة زابوريشيا، والمواجهات الرئيسية تتمركز في هوليبولي وأوريخوف. وأود أن نسلط الضوء على شجاعة قواتنا التي لا تزال تسيطر على الوضع في الجبهة على الرغم من تفوق الجيش الروسي من حيث العتاد والعدد. الوضع في منطقة دونباس صعب للغاية، وسيفيرودونيتسك وليتشانسك وكوراخوف هي الآن في عين العاصفة. والجدير بالذكر أن ضربات الجيش الروسي على الرغم من وجود مصنع كيميائي كبير في سيفيرودونيتسك، بما في ذلك القصف الجوي، يعد ضربا من الجنون. ولكن بدخول الحرب يومها 97 أصبحنا نتقبل بشكل أسهل جنون القوات الروسية والقادة الروس. سنعمل على فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب هذه الحرب، وبمجرد دخول حزمة العقوبات السادسة حيز التنفيذ سنبدأ فورا الإعداد للحزمة السابعة. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدا موقف المملكة الداعم للتوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية. من المرتقب أن يشارك وزير الخارجية الروسي في اجتماع دوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، كما يتوقع عقد اجتماع مرئي آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة وفتح ممرات إنسانية. كان لافروف كرر مطالبته برفع العقوبات التي استهدفت سلاسل التوريد وحركة الموانئ والسفن الروسية، مبديا استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة إمدادات الحبوب والأسمدة إلى البحر المتوسط.
كرر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس بوب مينانديز معارضته بيع معدات عسكرية لتركيا. يأتي ذلك بعد طلب تركيا تحديث طائراتها المقاتلة من طراز F-16 تزامنا مع إثارة أنقرة للتوترات في شرق المتوسط. بحسب مينانديز الذي أوضح أن تركيا لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط وتتحدى اليونان من خلال تحليقات جوية استفزازية حسب ما ذكره. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلاده تؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة عامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية اللازمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة. يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. نؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة العامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية للأزمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة، ونحن نشاركها هذه المخاوف ولدينا ثقة كاملة فيها. وكما قلنا سابقا، يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. في رد منهم على قمع النظام الإيراني لتظاهراتهم واحتجاجاتهم على تقاعس السلطات في إنقاذ ضحايا انهيار مبنى متروبول، أضرم متظاهرو عبدان النار في حافلة لقوات الأمن. قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون محاسبة إيران والصين، وبموجبه يحظر توفير أموال دافعي الضرائب لدعم اتفاق نووي جديد مع إيران قبل إنهائها العلاقات مع الصين والجماعات الإرهابية. وأكدوا أن تجديد الاتفاق النووي مع إيران لن يفيد النظام في طهران ويضفي عليه الشرعية فحسب، بل سيكافئ ويثري هذه الجماعات، مع التشديد على عدم السماح لإدارة بايدن بمواصلة تقديم التنازلات لمن وصفهم بالديكتاتوريين مقابل وعود فارغة. يشترط مشروع القانون جعل أي اتفاق نووي مع إيران مقرونا بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، كما يرتبط بتقييد العلاقات المالية والأمنية لإيران مع الصين وإنهاء دعم طهران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة، فضلا عن التحقق من تدمير إيران لجميع الأسلحة والمواد الكيميائية والبنية التحتية المخصصة لها. أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تسيير أول رحلاتها اليوم من صنعاء إلى القاهرة بعد توقف استمر نحو 7 سنوات. اليوم بواقع رحلة كل أسبوع بين صنعاء والقاهرة. وفق مصدر حكومي فإن أول رحلة ستقلع في 8 صباحا بتوقيت القاهرة متجهة إلى مطار صنعاء، تحمل 86 راكبا معظمهم من المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج اليمن. كما ستنطلق رحلة العودة من القاهرة إلى صنعاء في نفس اليوم وعلى متنها 146 من الركاب معظمهم من المرضى ومرافقيهم. الجدير بالذكر أن تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية
لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بين صنعاء وعمان. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي دعم القيادة والحكومة اليمنية لكافة جهود أحلال السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رئيس مجلس القيادة الرئاسي طالب غوتيريش بمضاعفة الضغط على الميليشيات الحوثية للالتزام باستحقاقات الهدنة الأممية. من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور مجلس القيادة في تنفيذ بنود الهدنة وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها. وتعهد غوتيريش بالضغط على الحوثيين ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز. قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في رفع الحصار عن محافظة تعز رغم التنازلات التي قدمتها الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة تعز يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالملف. حملت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ميليشيات الحوثي مسؤولية تأخير إصلاح خزان الناقل الصافر، وألقت المندوبة الأمريكية ردا على سؤال وجهته الحدث لها ألقت مسؤولية تأخير صيانة خزان صافر على الميليشيات الحوثية ودعت لمواصلة الضغط عليها، وأشارت إلى أنه بالإمكان جمع الأموال لحل الأزمة، لكن مع منع الحوثيين الوصول للخزان لن يتم حلها. The topic I'd like to raise with you is Yemen. We saw on Saturday the talks in Amman breaking without an agreement between the Houthis, the rebel Houthis, and the legitimate government of Yemen. And Secretary Blinken has called, or there was a phone call between him and the foreign minister of Saudi Arabia where they discussed many topics. Among them was Yemen and the question of extending the truce that is expiring on the 2nd of this of June. To a longer truce to allow for a lot of things to happen, humanitarian and otherwise, and political. And also the question of the tanker Safir. On the truce, one of the conditions of the truce from the beginning, as you know, was the lifting of the siege on Taiz, opening the roads, which has never happened, even though the special envoy Gronding has offered a gradual opening of the roads to Taiz, which the Houthis also declined. While the Houthis got all they wanted, opened Sana'a airport, oil supplies through Hodeidah, et cetera, et cetera. How do you see this moving on and extending if people do not comply with the conditions of the truce? And secondly, on Safir, we understand it's a threat, and the State Department issued on Friday a statement warning about this, that this oil spill will be twice the size of the Oxen Valdez in 1989. They say they are short 80 million. Is the international community unable to pay, to raise $80 million to save the region from with millions of life and millions of livelihood and environmental thousands of miles on the Red Sea, especially in the north, from destruction? For $80 million? Well, first on the truce, we were very encouraged early on by the efforts to move the truce forward, to come up with some confidence building measures that would allow for humanitarian assistance to move to the people of Yemen. And so the fact that these talks seem to have come not, they haven't ended yet, but seem to be a bit in trouble is troublesome to us. We encourage the parties on both sides to continue those efforts and find a peaceful way to provide
needed humanitarian assistance to the people of Yemen. On the SAFER, we have been a strong supporter to finding a solution to the SAFER. We know what the consequences are. We know the danger that is there, and we have encouraged others to contribute funding to this effort. But let's be clear, the problem with the SAFER is the Houthis, who have not allowed even the UN or others to have access to this, and we have to keep the pressure on them because we can get all the money in the world, and if they don't allow access, then we're still in the same place that we started. So it's going to be a two-prong effort to get this done. وسط استمرار الانقسام الحاد في ليبيا بين حكومتين وبحثا عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان، انطلق اجتماع نيابي الليبي في مدينة سرت الثلاثاء بغياب بعض المسؤولين. حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي بشأغة وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد باستثناء مسؤولين من طرابلس. احتضنت مدينة سرت الاجتماع التقابلي الأول بين رؤساء المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزرائه ولجان المجلس النيابية. الاجتماع الذي انطلق بغياب ملحوظ لمحافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط وحضور نائب الأول وممثل عن الثاني المكلفين من المجلس، مع غياب نظرائهم في الغرب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب الغياب واستمرار الانقسام. الآن على الأقل إن لم نصل لحل معين، على الأقل الحاجيات الأساسية للمواطن أن توصل حاجياته الأساسية إلى أبعد الحدود، نعم، وإلى أن نصل بحل لهذه المعضلة التي واجهنا من التجاذبات ما بين السلطات المحلية. الاجتماع اعتبر إعلانا رسميا من قبل رئيس البرلمان عبر دعمه لرئيس الحكومة لمباشرة مهامها من سرت رسميا، وتأكيد الحضور على فقدان حكومة دبيبة للشرعية وعدم جديتها في إجراء الانتخابات. طبعا أديرت حول الموازنة العامة للدولة الليبية وكذلك لمكان واستقرار الحكومة التي انبثقت من مجلس النواب. تم الاتفاق على هذه الأشياء، في بعض النقاط لوحظت على الميزانية سوف يتم مناقشتها الآن مع لجنة المالية بمجلس النواب مع الأجهزة الرقابية في اليومين القادمين، وبإذن الله حتكون الجلسة القادمة أو الأسبوع القادم لمجلس النواب اللي هو التصويت على الميزانية العامة للدولة الليبية. مع انتهاء اجتماع المؤسسات السيادية بحضور البعض وغياب البعض الآخر وتلويح رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح الأوضاع، تظل الأزمة تراوح مكانها مع انتظار الشارع لمخرجات هذا الاجتماع على المدى القريب. محمد مسعود، سرت، الحدث. وجهت الآلية الثلاثية للمفاوضات في السودان دعوة للقاء مجلس نظارات البجا، يأتي ذلك عقب إعلان المجلس عن بدء عصيان مدني في ولاية البحر الأحمر وتهديد المجلس بإغلاق الشرق. وأيضا أكد المجلس أن أي إقصاء لشرق السودان في أي تسوية سياسية سيكون له عواقب وخيمة، مشددا على أنه لن يسمح بالتنازل عن قضيته بأي حال من الأحوال. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع معدلات اندلاع الحرائق في العراق والتي يذهب ضحيتها المئات سنويا في البلاد. ودع العراق العام الماضي بأكثر من 30,000 حريق، بينما سجل منذ بداية العام الجاري 8,000 حريق حتى الآن. هذه الأرقام الرسمية تدل على معدلات قياسية للحرائق التي
تسجلها البلاد سنوياً. مديرية الدفاع المدني لها خطط سنوية تعمل عليها، ومن هذه الخطط إجراءات مكثفة تخص الكشوفات على مختلف دوائر الدولة والمستشفيات والمراكز التجارية والمخازن التجارية. هذه الكشوفات حقيقة تكون مرتين في السنة، بداية السنة ومنتصف السنة، نحدد جميع الملاحظات والمخالفات في هذه الكشوفات ونحيل المخالف إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني. ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تصل إلى نصف درجة الغليان ترتفع معها معدلات اندلاع الحرائق في البلاد، يضاف إليها الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة أو توفر أجهزة الإنذار المبكر، كلها عوامل تساهم في هذا الكم الهائل من الكوارث التي تسببها هذه الحرائق. للاطلاع على إجراءات السلامة وأنظمة إطفاء الحريق في المؤسسات الصحية سنقوم بجولة في إحدى مستشفيات بغداد. وجدنا أن هذا المستشفى على سبيل المثال يفتقر إلى أنظمة الإنذار والإطفاء المبكر ويعتمد على وسائل الإطفاء التقليدية وليست الحديثة، الأمر الذي ربما يفسر عدم السيطرة على الحرائق التي تعرضت لها بعض المستشفيات العراقية خلال السنوات القليلة الماضية. مستشفى مزود بمطافئ من مختلف النوعيات واللي هي CO2 والباودر والفوم، كذلك مزود بشبكة من المنظومة الرطبة عبارة عن 25 منظومة إطفاء رطبة مجهزة بكافة أقسام وردهات المستشفى. وتسفر الحرائق التي تكاد تكون مشهداً يومياً في البلاد عن خسائر مادية كبرى تصل إلى مليارات الدولارات، ما يستوجب رفع مستوى الوعي بضرورة اتباع إجراءات السلامة وتكثيف جولات التفتيش ومحاسبة المهملين للحد من ارتفاع الحرائق في البلاد. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. على طريق الجميزة اجتمع الأهالي مع عدد من الفنانين والرسامين وأصحاب المهن الذين ملأوا الشارع بأعمالهم خلال يوم ترفيهي لم يسمح خلاله للسيارات بالعبور، وتحولت الجميزة التي كانت شاهدة على الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ إلى فسحة حياة يتوق الأهالي لاستعادتها. علت أصوات الموسيقى في الشارع الذي اهتز على وقع انفجار بيروت، لم ينسى السكان ما عاشوه، لكنهم اختاروا إعادة الحياة لشارع الجميزة الذي دمر قبل عامين رأفة بالأجيال الجديدة. معظم الأبنية رممت هنا بمبادرات خاصة، وبمبادرة خاصة أيضا نظم نشاط على طريق الجميزة. اجتمع أصحاب المهن الصغيرة والفنانون في هذا الشارع التاريخي والسكني والتجاري خلال يوم ترفيهي خصصت مساحات منه للأطفال. اختارنا جميزة لأنه إلى رمز أنه مش بس هي قلب بيروت، وأكثر شيء أكلتها جميزة بالانفجار وبالحزن، فاخترنا هون المحل ويلي بتعرفي كمان شارع حلو، شارع طويل وضيق، فينا ننظم فيه بسهولة. بعد وقت كتير طويل كانت تقريبا انطفت الحياة بالجميزة، مبسوطين كتير اليوم نشوف الأجواء، عالم عجقة، مبسوطين. الشعب اللبناني دايما هيك، كله أمل، و يعني بإذن الله بيروت بترجع مثل ما كانت وأحلى. كثيرة هي محاولات إعادة الأمل، أمل لا يكتمل بشوارع مظلمة، لذلك قرر أهالي الحي التعاون مع أصحاب المولدات الذين حصلوا بدورهم على تخفيضات من بائعي المازوت لإبقاء الشوارع مضيئة ليلاً مهما طالت أزمة اللبنانيين. اليوم عم نطلق مبادرة ضوي شارعك. مبادرة ضوي شارعك هي تعاون مع بين ريبيرس بيروت والمجتمع المحلي والمولدات المحلية والبنايات تنقدر نضوي شوارع بيروت. كل بناية وكل مولد وكل من بالمجتمع المحلي بيقدر يضوي الشارع لحده أو الساحة لحده. اليوم عم نطلق ثلاث شوارع، شارع الجميزة، شارع مارب خايل وشارع باستور. عملت جمعية ريبيرث بيروت على زرع ألواح الطاقة الشمسية بجانب الإشارات الضوئية، لكنها قبل الموسم السياحي تحاول إيجاد حلول سريعة لشوارع بيروت السياحية التي تستعد لموسم واعد. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.
قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص شابة فلسطينية جنوب الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الرصاص اخترق صدر الشابة من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى. اتهم الجيش الإسرائيلي الفتاة بأنها هاجمت جنديا بسكين قرب مخيم العروب شمالية مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأن الجنود أطلقوا النار عليها وأنه لم يصب أي جندي. افتحوا لنا طريق بينكم الله. افتح طريق يا شاب شاب شاب. تداول ناشطون مقطع فيديو لرجل تركي يركل عجوزا سورية تبلغ من العمر 70 عاما بقدمه على وجهها في مدينة غازي عنتاب بالجنوب التركي، ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا واعتقلت الشرطة التركية المعتدي على المسنة ووجه له القاضي تهمة التسبب بإصابة متعمدة. الحادثة أثارت الغضب، مستخدمو مواقع التواصل عبروا عن تضامنهم مع المسنة بنشر صور وتغطية عين واحدة، وهو ما فعلته الضحية حينما ركلها الجاني على وجهها. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. الحكومة المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن توافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد
من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ موسكو تجري مناورات نووية وبايدن يقول لا إشارات علنية روسيا استخدام النووي في أوكرانيا. بعد 7 سنوات من التوقف تنطلق اليوم أول رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من القاهرة إلى صنعاء. تظاهرات الأحواز تتواصل ومحتجون غاضبون يضرمون نيران في سيارات القوات الأمنية الإيرانية. الصحة الفلسطينية تقول إن رصاصة إسرائيلية اخترقت صدر القتيلة الفلسطينية من الجهة اليمنى وخرجت من اليسرى. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية أكثر تقدما منها رجمات صواريخ من طراز هيمارس وصواريخ جافلين وستينجر. بايدن أضاف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة لم تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها. وحول استخدام روسيا للسلاح النووي أشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود إشارات علنية موسكو لاستخدامها في أوكرانيا. أما بخصوص المحادثات الأوكرانية الروسية فأكد بايدن أنها توقفت بسبب مواصلة القوات الروسية لعملياتها القتالية للسيطرة على المدن الأوكرانية. أشار الرئيس الأمريكي أنه لن يضغط على الحكومة الأوكرانية لتقديم أي تنازل عن أراضيها. الرئيس الأمريكي أكد أن الناتو لا يسعى للدخول في حرب مع روسيا طالما لم تتعرض دوله لأي هجوم. نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها النووية أجرت مناورات في مقاطعة إيفانوفا شمال شرق موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن حوالي 1000 جندي أجروا مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة وقاذفة صواريخ باليستية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خرسون الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف لا تعبأ بخطط روسيا للسيطرة على المناطق الشرقية لبلاده. قال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال مسيطرة على الوضع على الرغم من التفوق الروسي في العتاد والأعداد. لقد حققنا بعض النجاح في خرسون وبعض التقدم في منطقة خاركيف. قواتنا تواجه القوات الغازية في منطقة زابوريشيا، والمواجهات الرئيسية تتمركز في هوليبولي وأوريخوف. وأود أن نسلط الضوء على شجاعة قواتنا التي لا تزال تسيطر على الوضع في الجبهة على الرغم من تفوق الجيش الروسي من حيث العتاد والعدد. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدا موقف المملكة الداعم للتوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية. ومن المرتقب أن يشارك وزير الخارجية الروسي في اجتماع دوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، كما يتوقع عقد اجتماع مرئي آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة وفتح ممرات إنسانية. كان لافروف كرر مطالبته برفع العقوبات التي استهدفت سلاسل التوريد وحركة الموانئ والسفن الروسية، مبديا استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة إمدادات الحبوب والأسمدة إلى البحر المتوسط.
كرر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس بوب مينينديز معارضته بيع معدات عسكرية لتركيا. يأتي ذلك بعد طلب تركيا تحديث طائراتها المقاتلة من طراز F-16 تزامنا مع إثارة أنقرة للتوترات في شرق المتوسط. بحسب مينينديز الذي أوضح أن تركيا لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط وتتحدى اليونان من خلال تحليقات جوية استفزازية حسب ما ذكره. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلاده تؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة عامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية اللازمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة. يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. نؤيد بشكل كامل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوكالة العامة لإشراكها إيران في العملية الدبلوماسية للأزمة من أجل حل قضية الضمانات التي تثير قلق وكالة الطاقة، ونحن نشاركها هذه المخاوف ولدينا ثقة كاملة فيها. وكما قلنا سابقا، يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية دون مزيد من التأخير. في رد منهم على قمع النظام الإيراني لتظاهراتهم واحتجاجاتهم على تقاعس السلطات في إنقاذ ضحايا انهيار مبنى متروبول، أضرم متظاهرو عبدان النار في حافلة لقوات الأمن. قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون محاسبة إيران والصين، وبموجبه يحظر توفير أموال دافعي الضرائب لدعم اتفاق نووي جديد مع إيران قبل إنهائها العلاقات مع الصين والجماعات الإرهابية. وأكدوا أن تجديد الاتفاق النووي مع إيران لن يفيد النظام في طهران ويضفي عليه الشرعية فحسب، بل سيكافئ ويثري هذه الجماعات، مع التشديد على عدم السماح لإدارة بايدن بمواصلة تقديم التنازلات لمن وصفهم بالديكتاتوريين مقابل وعود فارغة. يشترط مشروع القانون جعل أي اتفاق نووي مع إيران مقرونا بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، كما يرتبط بتقييد العلاقات المالية والأمنية لإيران مع الصين وإنهاء دعم طهران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة، فضلا عن التحقق من تدمير إيران لجميع الأسلحة والمواد الكيميائية والبنية التحتية المخصصة لها. أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تسيير أول رحلاتها اليوم من صنعاء إلى القاهرة بعد توقف استمر نحو 7 سنوات بواقع رحلة كل أسبوع بين صنعاء والقاهرة. ووفق مصدر حكومي فإن أول رحلة ستقلع في 8 صباحا بتوقيت القاهرة متجهة إلى مطار صنعاء، تحمل 86 راكبا معظمهم من المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج اليمن. كما ستنطلق رحلة العودة من القاهرة إلى صنعاء في نفس اليوم، وعلى متنها 146 من الركاب معظمهم من المرضى ومرافقيهم. الجدير بالذكر أن تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بين صنعاء وعمان. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي دعم القيادة والحكومة اليمنية لكافة جهود إحلال السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات المحلية والأقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب غوتيريش بمضاعفة الضغط على الميليشيات الحوثية للالتزام باستحقاقات الهدنة الأممية. من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور مجلس القيادة في تنفيذ بنود الهدنة وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها. تعهد غوتيريش بالضغط على الحوثيين ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز. و
وجهت الآلية الثلاثية للمفاوضات في السودان دعوة للقاء مجلس نظارات البجة، يأتي ذلك عقب إعلان المجلس عن بدء عصيان مدني في ولاية البحر الأحمر وتهديد المجلس بإغلاق الشرق. وأكد المجلس أن أي إقصاء لشرق السودان في أي تسوية سياسية سيكون له عواقب وخيمة، مشددا على أنه لن يسمح بالتنازل عن قضيته بأي حال من الأحوال. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع معدلات اندلاع الحرائق في العراق والتي يذهب ضحيتها المئات سنويا في البلاد. ودع العراق العام الماضي بأكثر من 30,000 حريق، بينما سجل منذ بداية العام الجاري 8,000 حريق حتى الآن. هذه الأرقام الرسمية تدل على معدلات قياسية للحرائق التي تسجلها البلاد سنويا. مديرية الدفاع المدني لها خطط سنوية تعمل عليها، ومن هذه الخطط إجراءات مكثفة تخص الكشوفات على مختلف دوائر الدولة والمستشفيات والمراكز التجارية والمخازن التجارية. هذه الكشوفات حقيقة تكون مرتين في السنة، بداية السنة ومنتصف السنة، نحدد جميع الملاحظات والمخالفات في هذه الكشوفات ونحيل المخالف إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني. ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تصل إلى نصف درجة الغليان، ترتفع معها معدلات اندلاع الحرائق في البلاد، يضاف إليها الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة أو توفر أجهزة الإنذار المبكر، كلها عوامل تساهم في هذا الكم الهائل من الكوارث التي تسببها هذه الحرائق. للاطلاع على إجراءات السلامة وأنظمة إطفاء الحريق في المؤسسات الصحية، سنقوم بجولة في إحدى مستشفيات بغداد. وجدنا أن هذا المستشفى على سبيل المثال يفتقر إلى أنظمة الإنذار والإطفاء المبكر، ويعتمد على وسائل الإطفاء التقليدية وليست الحديثة، الأمر الذي ربما يفسر عدم السيطرة على الحرائق التي تعرضت لها بعض المستشفيات العراقية خلال السنوات القليلة الماضية. مستشفى مزود بمطافئ من مختلف النوعيات، واللي هي CO2 والباودر والفوم، كذلك مزود بشبكة من المنظومة الرطبة عبارة عن 25 منظومة إطفاء رطبة مجهزة بكافة أقسام وردهات المستشفى. وتسفر الحرائق التي تكاد تكون مشهدا يوميا في البلاد عن خسائر مادية كبرى تصل إلى مليارات الدولارات، ما يستوجب رفع مستوى الوعي بضرورة اتباع إجراءات السلامة وتكثيف جولات التفتيش ومحاسبة المهملين للحد من ارتفاع الحرائق في البلاد. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص شابة فلسطينية جنوب الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الرصاص اخترق صدر الشابة من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى. واتهم الجيش الإسرائيلي الفتاة بأنها هاجمت جنديا بسكين قرب مخيم العروب شمالية مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأن الجنود أطلقوا النار عليها وأنه لم يصب أي جندي. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.